بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتنا الحباب، خوكم اسماعيل. دايما كل ما يجيب جديد راح يدير لكم على الجديد ان شاء الله. يعني عندنا سلعة ربي يبارك جبنا لكم، يعني كاين في الفاسياطو وكاين في المقنين هيمالايا ثاني دخل، ربي يبارك ان شاء الله. خوتنا احباب جبنا لكم سوما، ربي يبارك ما شاء الله. يعني رانا دايرين فري خاص يعني الزبائن تاعنا ان شاء الله. وهذه السلعه هنا راح في الفاسياطو، ربي يبارك سلعه، ربي يبارك ما شاء الله. هكذا خوتنا الاحباب، خوتنا الاحباب ربي يبارك. شوفوا الفاسياطو يعني سلعه ما قعدت الناس، سلعه نقيه وظريفه ما شاء الله. خوتنا ها الفاسياطو، شوف ربي يبارك، ربي يبارك بالفاسياطو بلي زونغ في 8 بالكولي بكل حاجه، ربي يبارك، ربي يبارك. ها لك السلعه خوتنا الاحباب، شوفوا ربي يبارك، كاين بالكولي بالقوزه كلش، ربي يبارك ما شاء الله. سلعه نقيه، ربي يبارك ما شاء الله، ما شاء الله. هاي السلعة رحمة ربي، ربي يبارك إن شاء الله. المهم خوتنا جبنا لكم، شوفوا ربي يبارك فاسياطو، ربي يبارك في الكولي بليزون كل شيء، الله يبارك، الله يبارك ما شاء الله. هكذا خوتنا الأحباب، شوفوا ربي يبارك ما شاء الله. هاي السلعة خوتنا، خوكم إسماعيل دايما يجيب لكم الجديد، ربي يبارك، ربي يبارك. والحمد لله السلعة راح ما شاء الله. يعني اللي طالب عليه مرحبا بيا خوتنا احباب، سلعة ربي يبارك ما شاء الله. هكذا خوتنا زين، كاين هايدا وايت كوفتات بلونش دوبلي روز وبالكرافات روز، وعنده بابات ربي يبارك ان شاء الله. سلعة ما شاء الله يعني مال قوة هذا، ربي يبارك. نزيدو نروحو لكم، هادو منا في الماجور خالتنا الحباب، شوفوا السلعة ربي يبارك كيفاش دايرة، سلعة نقية ربي يبارك ما شاء الله، بالخولي بليزون بكلش ربي يبارك ما شاء الله، ما شاء الله. نزيد نروحو خالتنا هاولي فاسياطو في الأنتي ميديا، حاجة بليبلي بكلش ليزون بالفي 8. وشنو هذا مور ليرباج ما يباقيش ليرباج تاعو، ماشي باقي وصح، وشنو هو باقي دون البنطروة، السلعة تاع دون البنطروة، ربي يبارك ما شاء الله. سلعة نقية ما شاء الله خوتنا الأحباب، اللي طالب عليه يتصل ما شاء الله. هذا خوتنا الأحباب منا، هذه السلعة هذه في الفاسياطو، ربي يبارك في الأرتيميديا وفي الماجور. روحوا لكم خوتنا الأحباب الهيمالايا، هيمالايا السلعة ربي يبارك، ربي يبارك. هذه السلعة مال ربي يبارك، سلعة قوة ما شاء الله، ربي يبارك. هوليك هذا المال ما شاء الله، سلعة راها ربي يبارك يعني في القمة ما شاء الله. هوليك هذا المال منا، هذا المال وكاين هذا منا ثاني المال ما شاء الله، ربي يبارك. هاي هذا ثاني مال يعني ربي يبارك ان شاء الله. خوتنا الاحباب سلعه ربي يبارك، التومه ثاني التومه حباب ربي يبارك. خوكم اسماعيل كل ما يعني نجيب سلعه احنا ماذا بينا، خوتنا السلعه طيح والحمد لله رانا جبنا سلعه ربي يبارك ان شاء الله. يعني فرق الماء من التومه طريه ما شاء الله. هكذا خوتنا نزيدو نروح لكم الفيمالة، هذيك الفيمالة ما شاء الله يعني تقول ما ربي يبارك، هذيك يعني ما شاء الله. هذه الفيمالة مع هذه، هذيك الفيمالة ربي يبارك ما شاء الله، ما شاء الله خوتنا الأحباب يعني سلعة قيمة ما شاء الله خوتنا. هذيك ها شوفوا ربي يبارك، شوفوا ربي يبارك، ربي يبارك ما شاء الله. هذا في الهيمالايا خوتنا الاحباب، انا صورنا لكم المال والبيمالة والفاسياطو. نروحوا خوتنا امقانن
ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله. هاو عندنا مال ربي يبارك ما شاء الله، مال شو ربي يبارك، يعني حاجة قوة أو جاي للوجادة ربي يبارك إن شاء الله ما شاء الله. هاي إذا خرجنا الحساب هاي إذا سمحوا لي نسيت ما صوركم فيها صوت ثاني ما شاء الله هاوي فاصية ربي يبارك زي ما كمل الثقافة تاعه يعني في العام ما شاء الله. شوفوا الحساب خوتنا، شوفوا الخولي ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله كيف شقي ربي يبارك ربي يبارك فاصية. خاصنا أحباب نكمل لكم، السلام عليكم ورحمة الله، نكمل لكم الفيديو هاوليك فاصيتو ما شاء الله خوتنا. هذا يعني هذا راح يرفض حتى الشو تاع مقنين تاعنا في الحقيقة. هذا إنسان وليد باب الواد عايش في لبن هيك، يعني هذا راح طلعوا فرخ صغير طلعوا بيده بالسورك بالسورك حتى وين أكبر يعني، وكان جاي له شو تاع مقنين يعني ما شاء الله هاوليك ربي يبارك. والثقافة تاعو هاو كملوا عندي في الحقيقة خوتنا أحباب، أنا كنت مقرضي هدية ولأسباب ومعروف يعني حبيت نبيعو ما شاء الله هاوي تشوفو ربي يبارك، يعني مقني قوة قوة ربي يبارك إن شاء الله. جيت بليزو بالفيت منيا باك 2023 ما شاء الله خوتنا. هيدا وعندنا هذا الماجور ربي يبارك باك 2022 هذا عامل يبات خادم وكلش ومصلح يعني ما شاء الله. وهذا شغل دار الردود شويه، كان جاي مع دار الردود شويه والحمد لله بكا ولا ما شاء الله. يعني هاولي يعني اللي راح يديه ويتهلا فيه راح يحقق له نتيجه ان شاء الله. ذلك الشهر ولا يوجد ان شاء الله، هيدا خوتنا ذلك الشهر يوجد ولا يعني يا ربي ذلك هاولي ما شاء الله هاولي يقول يعني تكتب يعني يتحرك فيها بالجيوش منها. هيدا خوتنا الله يبارك ما شاء الله، يعني سلعة ربي يبارك لي طالب عليه إصلاحا وروحا زيد. عندنا هذه الجمالة ربي يبارك أنفورميا خادمة ومصلحة كل حاجة، يعني يا ربي يبارك هاي الكرة خادمة ومصلحة وذوكا يجري الوجادة يعني تسمح لغنى تاعها تتقني غير تقول ما الله يبارك يعني ما شاء الله. هي ما تخلعت ذلك راها من البورطابل اللي راها تخلع نسيم الفار جايه فهمتني خويا. هايا المهم جماله قوه اللي طالب عليه وجايه ربي يبارك يعني ما مفروقه يعني قال لك يخرجوا ربي يبارك روحاي ما شاء الله يخرجوا ما شاء الله. هذه جماله هايا وقلنا المال هذا يعني فيه شوق ربي يبارك ان شاء الله، يعني يضل يغني هذا تنجم يجي نخرجوا لك برا يعني بربي ان شاء الله يديماري خاصة إذا كانت شميسة يديماري ان شاء الله ربي يبارك ان شاء الله. هاي لخوتنا وكاين هذه هاي كوكلا فورميا ربي يبارك ربي يبارك، يعني الإنسان يجي يروح يختم بها مباشرة. هذه الجمال عندها شوية جناحها صايع يعني استقلها في الكازا يعني هذا المال راح نكب لها واحدة واحد 7 خطرات ولا 8 هكذا خلصنا أحسن. هاي يعني ما شاء الله ما من المال هذا يعني فيه شو ما شاء الله بنا يعني إنسان اللي يعرف الشو ولا خريجي نوري له الشو بتاعه. هذا يا راح نسجل يعني يا ربي يبارك إن شاء الله. هكذا خلصنا أحسن هاي السلعة ربي يبارك، رانا صورنا لكم السلعة اللي دخلتنا ما شاء الله ربي يبارك إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله وحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.